هناك فرق بين تأويل نص وتأويل الصفة، احفظ هذا جيدا. هناك فرق كبير بين تأويل نص من النصوص آية حديث وبين تأويل الصفة نفسها. فتأويل النص معناه أو تأويل الصفة معناه أنه لا يثبت الصفة أصلا، لا يثبت الصفة أصلا. وأما تأويل النص فمعناه أنه يثبت الصفة ثبتت عنده بنصوص، لكن في نص معين في آية معينة في حديث معين يقول هذا النص ليس دليلا على الصفة، الصفة ثابتة عنده لكنه يخالف في هذا النص المعين، هل هو دليل على الصفة أم لا؟ اتضح هذا أم لا؟ فربما يقع التأويل من بعض السلف لبعض النصوص التي يقع فيها ذكر اليد، كما في قوله تعالى مما عملت أيدينا. من العلماء من قال هذه الآية ليس المراد بها صفة اليد لله سبحانه وتعالى، والبحث في ذلك معروف، لكن الصفة ماذا؟ ثابتة لا يخالف فيها أحد، السلف متفقون على إثبات صفة اليدين في نفسها وأن لله عز وجل يدين حقيقيتين، إنما يخالف من يخالف في ماذا؟ في بعض النصوص.